في مصلى لطلبة تلاميذ. الطابق الأول مقسم على فيه كاين هذه البصمه هذه باش ما نكونش امام مشروع. وراك ريح وراك دشنا مساجد ومدارس قرآنية، وأيضا وضعنا حجر أساس واختمناها بهذه المدرسة، مدرسة السلام في مسجد السلام، التي تعتبر نموذجا من نماذج الصلاح في بلادنا وفعل الخير، وبالعكس بشكل جميل ومتقن ومتطور. حتى يعني الإعلام الآلي والتطوير التقني دخل هذه المدرسة القرآنية.